بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرشدنا وينبهنا أن من أعظم الصفات التي يتحلى بها الإيمان ما يوجب له الاستظلال بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فأخبرنا بتلك الصفات السبع التي يعظم لأهلها النفع، صفات المستظلين بظل عرش ربهم رب العالمين سبحانه وتعالى. من تلك الصفات الخشية عند ذكر الله، والإنابة عند ذكر المولى جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله، وما أعظم ذكر الله! الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر للرحمن بضاعة المتقين المنيبين المؤمنين المقبلين على ربهم إقبالا صادقا، المتعلقين به تعلقا حقيقيا سبحانه وتعالى. قال العلماء، ومنهم الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: الذكر لله جل وعلا ذكران: ذكر الله عز وجل بينك وبين نفسك وبين الله سبحانه وتعالى، ذكر العبد لربه جل وعلا بينه وبين نفسه وبين الله عز وجل، ما أحسنه وما أعظم أجره وما أفضله. وذكر أجره أفضل وثوابه أعظم من ذلك، وهو ذكر الله عندما حرمه الله، أي إذا عرضت عليك المعصية، إذا عرضت عليك المخالفة، إذا سول لك الشيطان أن تعصي وأن تخالف، إذا أتيحت لك الفرصة أن تقع في معصية الله، فذكرك الله في تلك الساعة من أعظم الأذكار وأفضلها وأعظمها وأجلها، وهي صفة أخرى من صفات الذاكرين لله جل وعلا التي يستظلون بها بظل عرش رب العالمين. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، هذا مثال لها، وغيرها من الأمثلة كثيرة. نموذجنا في هذه الحلقة مع شاب ممن كان يذكر الله كثيرا ويذكر الله خاليا وتفيض عيناه، وهو ابن ذاكر لله جل وعلا. قد علمنا قصة الفضيل بن عياض، كيف أنه ذكر الله عند المعصية فأناب ورجع إلى ربه. فأنموذجنا في هذه الحلقة ابنه علي بن الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه. كان علي بن الفضيل شابا نشأ على طاعة الله في حجر أبيه، وقتل وهو شاب، قتله جماعة ظهروا في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. قال ابن عيينة: ما رأيت أحدا أخوف لله جل وعلا من الفضيل وابنه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الفضيل: بكى ابني علي، فقلت: ما يبكيك يا ابني؟ فقال: يا أبتي، أخاف ألا تجمعنا الآخرة. نحن في هذه الدنيا مجموعون، نصبح معا ونمسي معا ونأكل معا نسافر معا، لكن أخاف ألا تجمع بيننا القيامة والدار الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. كان يصلي رضي الله عنه وأرضاه وهو شاب، ويطيل الصلاة لله جل وعلا، يذكر الله خاليا حتى لا يستطيع المشي، إذا أتم صلاته يزحف إلى فراشه زحفا، لا يستطيع أن يمشي مشيا، وهو يقول: يا أبتي، سبقني العابدون، سبقني العابدون، أريد أن أكون منهم وأنا لا أستطيع أن أبلغ مقامات العابدين رضي الله عنه وأرضاه. كان بعد أن أصيب ممن أصابوه تلك المصيبة وتسببوا في موته بعد ذلك، مرض مرضا شديدا، ثم بدأ يبرأ قبل أن مات، بدأ يبرأ شيئا فشيئا من مرضه حتى بدأ يتعافى، وكان يمشي ويتحرك قليلا قليلا. فوصل إلى بلدته رجل من أهل البصرة، حسن القراءة، فأتى إليه قبل أن يأتي إلى أبيه، فبلغ والده الفضيل أن فلانا جاء من قراء القرآن ممن يتلون كتاب الله جل وعلا، فأرسل إليه: لا تقرأ على ولدي شيئا من القرآن حتى آتيك. ف
ما كان من ذلك القارئ إلا أنه قرأ على علي بن الفضيل قبل أن يأتيه الرسول من أبيه أن لا يقرأ عليه شيء من القرآن حتى يأتي، فقرأ عليه قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. فخر علي بن الفضيل وشهق شهقة فخرجت منها روحه، وهو في ذلك المرض في تلك الحالة عندما سمع كلام الله جل وعلا لم يطق قلبه إلا أن يخفق حبا لله وخوفا من الله وشوقا إلى الله ورجاء في رحمة الله وطمعا في مغفرة الله. كان كثير البكاء من خشية الله جل وعلا، حتى كان أبوه يتخذه مثلا عاليا في طاعة الله وفي عبادته سبحانه وتعالى، فرضي الله عن علي بن الفضيل. إلي وإلى كثير من الشباب تعمدت أن أتي بهذا النموذج الذي قتل صغيرا وكان شابا، أن نعلم أن تلك المقامات العلية يمكن الوصول إليها في مقتبل العمر، وليست حكرا ولا حصرا على من بلغ 50 و60 و70، بل أربابها هم أرباب 20 و30 وما دون ذلك من أعمارهم، إن نحن صدقنا في الإقبال على الله جل وعلا. اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا والذاكرات، وافتح لنا أبواب الذكر ومعانيه وما تفيض على أهليه، وأظلنا بظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين.